صباح الخير ومساء عليكم الاخبار. لو حد فيكم ليه في الفيديو ايديتنج والايديت بتاع الفيديوهات اكيد هيسمع عن برنامج اسمه فيلمورا. دوت برنامج يعني مشهور شويه، ممكن هو مش اكتر حاجه بروفيشنال في مجال الفيديو ايديتنج، لكن هو برنامج معروف. الشركه الام للبرنامج دوت اسمها وندر شير. فالنهارده انا اجيب لكم برنامج من نفس الشركه ديت. مبدئيا كده الفيديو دوت اعلان، فالشركه تواصلت معايا عشان اتكلم عن البرنامج بتاعهم، لكن انا مش مضطر باي طريقه ان انا اقول البرنامج كويس. فلو في حاجه وحشه في البرنامج اتاكد ان انا هقول لك ان البرنامج دوت مش احسن حاجه. ودي نقطه في ناس كتير قوي من الناس اللي بتعمل فيديوهات على اليوتيوب مش بتقولها، مش عارف ليه، مع انها حاسس ان هي حاجه عاديه. لو انت خبيت الموضوع فمعنى كده ان الموضوع فيه حاجه غلط، فانا مش شايف الموضوع فيه حاجه غلط، عشان كده مش بخبي اي حاجه. فانا مش مرغم ان انا اقول اي حاجه تكون في البرنامج وحشه واقول عليها كويسه، فانا مش مرغم على كده خالص. وبرده من الحاجه اللي شجعتني جدا ان انا اعمل فيديو او ريفيو للبرنامج دوت هو كومنت حد كتبه لي من كام يوم ان هو عايز يعرف ازاي يسجل الشاشه بتاعه الكمبيوتر بتاعته. فقلت له استنى الفيديو اللي بعد اللي جاي، وفعلا لو انت بتتفرج دلوقتي فهو انا هقول لك ازاي تسجل الشاشه بتاعتك. وكمان في كذا ميزه تاني، لان ديت ميزه من مميزات البرنامج بتاع وندر شير بيقدمها. بس من غير ما نرغي كتير، لو انت اول مره تشوفنا، احنا النوع دوت من الفيديوهات بنعمله كل فتره وبيتعمل على المكتب ورايا، فخلينا نروح على المكتب. اوكي دلوقتي جينا على المكتب، فخليني اول حاجه اقولها لكم. لو حد عايز ينزل البرنامج هتلاقوا اللينك في الديسكربشن تحت، هيظهر لكم الصفحه ديت. زي ما انا قلت الفيديو البرنامج تابع لوندر شير، وهي نفس الناس اللي عامله في المورا، ودوت كان برنامج بستخدمه زمان. فا اوريدي انا البرنامج دوت كنت بستخدمه قبل كده، فعشان كده لما تواصلوا معايا وقالوا لي ان هم عايزيني اجرب البرنامج بتاعهم انا ما ترددتش بصراحه، لان انا عارف اصلا البرنامج بيعمل ايه، واللي هو حاجه تليق بيكم يعني اللي انا اعمل لها ريفيو. فهنا انت لو عايز تجرب البرنامج ممكن تعمل تراي فري، ولو حابب تشتريه ممكن تعمل واي ناو. وكده كده هو افيلبل فور ويندوز والماكنتوش او الماك بوك، يعني هي الاجهزه بتاعت ابل. فيعني لو حد عايز ينزله التحميل بتاعه سهل جدا، انا مش عايز بصراحه اقعد احمله معاكم عشان ما اطولش في وقت الفيديو. فعشان الفيديو ما يبقاش وقت طويل خلينا نخش على البرنامج على طول. انا البرنامج هو عندي فتحه هنا. خلينا ناخد ميزه في البرنامج دوت وممكن يعمل ايه. اول حاجه البرنامج دوت ممكن يعمل كونفرت لفيديوهات، او اللي هو يحول صيغه الفيديوهات. وانا عن نفسي كنت بستعملها كتير، عشان انا على طول لغايه دلوقتي لما بصور بالموبايل وبسجل الصوت من اللابتوب ساعات الصوره بتاعه الموبايل بتبقى سابقه الصوت بتاع اللابتوب، فبضطر ان انا اغير صيغه الفيديو نفسه عشان الصوت يمشي مع الصوره. فانا على طول كنت بعمل كونفرت، او لغايه دلوقتي بعمل كونفرت للفيديوهات اللي بتطلع من الموبايل. وكمان ممكن تستخدم الكونفرت دوت اصلا عشان تخلي حجم الفيديو اقل، عشان بس مثلا لو انت عندك فيلم ولا حاجه ممكن تعمل له كونفرت حجمه يبقى اقل. فاحنا ممكن عادي نسحب اي فيديو ونحطه في النص، او ممكن نخليها بالطريقه العاديه اللي هندوس هنا. خلينا مثلا ناخد الانترو بتاع رحله البحث عن اللي بقى لنا كتير ما عملناش فيديو عنها. ولو انتوا عايزين فيديو رحله البحث عن تاني يعني اكتبوا لي في الكومنتات ونعمل واحد قريب. فده الانترو بتاع رحله البحث عن. الانترو جامد، مفيش كلام، الانترو جامد. لكن خلينا نشوف البرنامج دوت ممكن يعمل ايه. اول حاجه انت هتعمل له كونفرت عادي لان ديت وظيفه البرنامج، لكن ممكن تعمل عليه شويه تعديلات، ممكن تعمل على الفيديو شويه تعديلات بسيطه قبل ما تعمل له كونفرت. فهنا عندنا علامه مقص صغيره، ممكن نقص الفيديو. لو انت مش عايز الفيديو كامل اللي يتعمل له كونفرت ممكن نقص حته من الفيديو، لكن انا هنا عايز الفيديو كامل. جنب المقص في علامه كروب صغيره او علامه مربع، هنا انت بيطلع لك كذا اختيار جنب بعض وممكن تعمل كذا حاجه مختلفه في الفيديو. فهنا احنا ممكن نقص الفيديو باي طريقه احنا عايزينها، فوق الفيديو الرئيسي وتحت الفيديو بعد ما يتعمل له اديت او يتقص او نعمل فيه الحاجه اللي احنا عايزين نعملها. فانا في حال ديت برده مش عايز اقص الفيديو، لكن انت ممكن تعمل له كروب مثلا 16 ل 9 او تخليه فول سكرين، لكن انا هنا عندي عايزه يبقى اوريجينال عادي. الصفحه اللي جنبه بقى ممكن تلعب في البرايتنس او في الكونتراست او في الالوان مثلا لو انت عايز تعلي الالوان. وبرده تحت عندنا كام فلتر كده لزاز جدا، اكتر واحد عجبني هو السنو دوت. لو انا في الكريسماس مثلا وعايز اعمل ليميتد اديشن من الانترو بتاعي، اظن ان انا هحط التلج دوت وهيبقى شكله لطيف جدا. يعني بصوا هيبقى شكله عامل ازاي، يعني هو والانترو بيطلع كده في تلج بينزل فشكلها لطيف. لكن خلينا نحط التلج دوت. فخلينا نحط الفلتر بتاع التلج دوت ونخش على الحاجه اللي بعديها، وهي حاجه مفيده جدا في مصر، لان في صفحات كتيره على الفيسبوك كده بتسرق الفيديوهات بتاعت الناس وتنزلها.
فبتبقى حاجة جميلة جدا انك تحط ووتر مارك او اسمك على الفيديو. البرنامج هنا بيسمح لك انك تحط ووتر مارك صورة او تكست، فكان احنا هنا نحط اسمنا كتكست ووتر مارك على الفيديو بتاعنا، فنكتب جورج عماد، هنلاقي التكست او الووتر مارك اوريدي ظهرت جنبنا هنا كده، ممكن نحطها في اي مكان، فخلينا نحطه من تحت كده. فدي حاجه مفيده جدا لو انت عايز تقول ان الفيديو دوت كوبي رايت ليك او انت ليك حقوق الملكيه بتاعت الفيديو دوت، حط الصوره بتاعتك او حط الووتر مارك بتاعتك. الحاجه اللي بعديها هي السب تايتل، ودي حاجه مفيده جدا لو حد بيحب الافلام، فانت ممكن وانت بتعمل كونفرت للفيلم تحط السب تايتلز بتاعته، وبيبقى فيه سب تايتلز كتير للافلام على الانترنت، فانت ممكن تنزل اي سب تايتل وتحطه وتعدل بقى في الخط او في اللون. اخر حاجه هي الصوت، وهنا ممكن بس نعلي الصوت او نوطي. اوكي، فدي الحاجات اللي ممكن تعمل فيها ايديت في الفيديو. دلوقتي نروح للحاجه الثانيه، وهي اللي احنا عايزين نعمل كونفرت للفيديو. فهنا انت عندك الحاجات اللي انت عملت لها كونفرت قبل كده، او الاختيارات اللي انت اخترتها قبل كده، لكن خلينا نشوف اختيارات من اول وجديد. عندك هنا MP4، وعندك كذا صيغه للفيديو، مثلا عندك هنا صيغه تناسب الفيسبوك، صيغه تناسب اليوتيوب، صيغه كويسه للانستجرام. فخلينا مثلا نقول ان احنا عايزين نخليه صيغه تناسب اليوتيوب، ونخليه مثلا 1080 بي. فالفيديو في الاول كان 20 ميجا، دلوقتي هيبقى 18 ميجا. طبعا فرق مش كبير، بس لو انت عندك فيديو طويل شويه هتلاقي فيه فرق ملحوظ اكتر من كده يعني. وخلينا دلوقتي نعمل كونفرت، هتلاقوا الفيديو هو اوريدي بيحمل، هياخد شويه وقت عبال ما يحمل ويتعمل له كونفرت. تاني حاجه البرنامج ده بيعملها اللي هو ممكن يحمل فيديوهات من على الانترنت. ممكن ديت مش احسن حاجه او حاجه عادي ممكن نعملها وفي ناس كتير بتعملها، لكن عندك هنا برضو الميزه ديت. فخلينا مثلا نجيب اخر فيديو عملناه اللي هو بتاع الشاومي مي اي 3، كان فيديو حلو جدا، هو الفيديو اللي فات على طول. وخلينا نعمل كوبي لليو ار ال او اللينك بتاعه من فوق، ولما نروح البرنامج بندوس على الزرار دوت اللي هو بتاع بيست يو ار ال، البرنامج على طول بيجيب لك الفيديو اللي هو شاومي مي اي 3، ويقول لك انت عايز تحمله بانهو كواليتي. كمان لو الفيديو دوت عباره عن اغنيه فانت ممكن تحمله صوت بس، فدي حاجه كويسه. فمثلا خلينا نقول احنا عايزين نحمله 720 بي ونعمل داونلود، فهتلاقوا اوريدي الفيديو بدا يحمل. الحاجه اللي بعد كده البرنامج دوت بيعملها حاجه ليها علاقه بالسيديهات او الدي في دي، ودي حاجه بصراحه انا مش عارف مين بيستخدم لغايه دلوقتي سيديهات، لكن لو في حد لسه بيستخدم سيديهات اظن اللي هو مش صعب يلاقي برنامج بيعمل حاجه شبه ديت، وهو اللي هو يعمل بيرن او حرق للسيديهات. واللي ما يعرفش يعني ايه حرق، هو انك لما تفتح مثلا سي دي ويبقى عايز تحط عليه فيديوهات ولا حاجه بطريقه معينه وسيم معين، البرنامج دوت بيعمل كده. فخلينا افهمكم اكتر، مثلا خلينا نحط الثلاث فيديوهات دول، وطبعا المفروض يكون في سي دي متوصل، لكن انا عندي اللابتوب اصلا ما فيهوش مكان او ما فيهوش سي دي روم، فانا هوريكم بس الفكره. فدلوقتي انا حطيت مثلا ثلاث فيديوهات، فلو انت حاطط سي دي مثلا وحطيت الثلاث فيديوهات دول عليه، فانت عندك هنا كذا سيم ممكن تختاره لو انت عايز. فمثلا خلينا نختار السيم دوت مثلا، ممكن نغير بقى ماي دي في دي مثلا نخليها جورج مثلا، ولما تيجي تحط السي دي على اي حاجه هيفتح لك بقى السيم دوت. ممكن مثلا نعمل بلاي او نعمل نشوف الحاجات اللي عندنا ممكن نفتحها. اوكي، الحاجه اللي بعديها وهي ان البرنامج دوت بيعمل تحويل بيانات، او هو ممكن يخليك تحط بيانات من الجهاز بتاعك لموبايلك اذا كان اندرويد او ايفون. لو انت موبايلك اندرويد فاظن دي حاجه سهله جدا، انت بتوصل الموبايل وتحط البيانات عادي، لكن اظن هو ممكن يبقى مفيد شويه للناس اللي معاها ايفون. اوكي، اظن احنا كده خلصنا اول اربع مميزات رئيسيه في البرنامج دوت، لكن بعد اول اربع مميزات رئيسيه عندنا حاجه اسمها التول بوكس او صندوق المعدات، وهنا بيفتح لك عالم تاني بقى من المزايا اللي ممكن تعملها بالبرنامج دوت. فخلينا برضو ناخدهم كده وناخد نظره سريعه عليهم. اول حاجه ممكن تعملها وهي انك تعمل كونفرت، لكن مش لفيديو، لصوره. فمثلا خلينا نختار الصوره، مثلا الصوره ديت مثلا، فدي صوره بي ان جي احنا عايزين نعمل لها كونفرت، فاهو اخترت ان انا اعمل لها كونفرت اللي هي تبقى جي بي جي، وممكن نعمل لها كونفرت يعني ما خدتش ثانيه وتعمل لها كونفرت. ف برضه لو انت عايز تعمل كونفرت للصور البرنامج ده بيعمل كده. الحاجه اللي بعديها هي الجي اي اف، اللي طبعا يعني معظم الناس دلوقتي بتستخدمه في الواتساب، اللي هي تبعت جي اي اف لحد مضحك او كده. فممكن تعمل جي اي اف من صور، مثلا انك تختار كذا صوره ورا بعض ويتعمل جي اي اف من الصور ديت، ممكن تخلي فيديو يتحول لجي اي اف. الحاجه اللي بعديها وهي حاجه انتوا اللي هتكرروا هي حلوه لا، وهي السكرين ريكوردنج، ان البرنامج دوت بيسجل الشاشه. انا دلوقتي من اول الفيديو خالص مسجل الشاشه باستخدام البرنامج دوت، فاحب اعرف رايكم في الكومنتات. الحاجه اللي بعديها وهي فيكس ميديا داتا، ودي حاجه ما اظنش ان في ناس كتير بتستخدمها خالص. فلو انت عندك مثلا فيديو عايز تصلح الداتا بتاعته فالبرنامج دوت بيعمل كده، فاحنا هنا ممكن نغير اسم الملف. لكن مش بس كده، هنلاقي عندنا في اول خانه ممكن نختار ديت الحلقه كام، مين الممثلين اللي بيمثلوا فيه، مين المخرج، لو عايزين نحط ديسكريبشن.
الحاجة اللي بعد كده ودي حاجة مميزة شوية وهي كاست تو تي في، او اللي هو ينقل لك الشاشة بتاعت الكمبيوتر بتاعتك او البي سي بتاعك للتلفزيون. وهنا في نقطة، اصلا ازاي بينقل الشاشة بتاعتك للتلفزيون؟ بينقلها عن طريق الواي فاي، فلازم تكون انت مشغل التلفزيون بتاعك وتكون موصله بالواي فاي بتاع بيتكو. فمعنى كده لو انت عندك تلفزيون مفهوش واي فاي انت مش هتقدر تعمل الحركة ديت. فانا جربت الموضوع دوت مع التلفزيون اللي معانا، كنت افتحه وموصله بالواي فاي، وبرده اللابتوب لازم يكون متوصل بنفس الواي فاي اللي التلفزيون متوصل عليه. وممكن بقى تبدأ تعمل كاست او تتفرج على اي فيديو او فيلم عندك على اللابتوب من التلفزيون بتاع بيتكو. الحاجة اللي بعد كده اللي عندنا هي حاجة للناس اللي عندها نظارات في ار او نظارات واقع افتراضي، وهي انك تعمل المحتوى الخاص بيك للفي ار او لنظارة الواقع الافتراضي. فعندنا هنا برضو خاصية انك تختار اي فايل من عندك وتحوله لمحتوى مثلا 360 درجة او 180 درجة، يعني في كذا اختيار انت ممكن تختاره. وبس الحاجات اللي باقية كلها اظن هتبقى ليها علاقة بحرق السيديهات، برضو حاجة مش مستخدمه كتير لان مفيش حد بيستخدم سيديهات دلوقتي. كده تقريبا بقالي كتير قوي بتكلم على البرنامج دوت، لان هو اظن الحاجه اللي بتميزه ان هو فيه مزايا كتير في برنامج واحد، فهو برنامج واحد بس لكن بيقدم لك كذا ميزه. فبس كده خلينا بقى نرجع مكاننا عشان ننهي الفيديو، عشان انا فعلا صوتي وجعني من كتر الكلام. يلا بينا. حلو الترانزيشن مش كده؟ وبس دي كانت كل حاجه عشان النهارده. لو انت البرنامج دوت عجبك او مهتم فيه هتلاقي فيه لينك تحت في الديسكريبشن، ممكن تجربه ببلاش وممكن تشتريه اللي انت عايزه. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك، ولو في حد انت تعرفه محتاج حاجه قلناها في البرنامج دوت ما تترددش انك تبعت له الفيديو وتقول له اهو دي الحاجه انت كنت عايزها. وبس كده، لو انت اول ما تشوفنا في القناه اعمل سبسكرايب تحت عشان قربنا نوصل 20,000 سبسكرايبر، يعني دي حاجه عظيمه. وبس كده، شكرا عشان شفت الفيديو مره تاني، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.